عبد اللطيف مصطفى، طالب اعلام جامعه قطر. شخصيا شاركت مهرجان السابق، مهرجان جزيره فيلم في نيو هورايزن، وهالمره مشاركتي الثانيه، واطمح هالمره افوز ان شاء الله يا رب. مالي من مراسلي جزيره توك، مدونه جزيره توك، وشغلنا في الاعلام الجديد. اقدم برنامج صغير على اليوتيوب اسمه نشره غسيل، وموجود على موقع جزيره توك دوت نت. بالنسبه للمهرجان صراحه يعني دائما فتح الباب والباب المشاركه للافق الجديد والشباب شيء كبير، يعني لما يكون طالب ويعني يقدر يصير هو مخرج بنفسه يصور الفيلم وينعرض يعني قدام الناس وينكتب في الكتيبات، ويعني صراحه شيء مفرح انك طلبه شجعنا فعلا انه نسوي افلام اكبر واكبر ونشارك ان شاء الله بالمهرجانات الجايه، ويعني بكاتيجوري يكون اعلى، ونتمنى ان شاء الله يعني نفوز في الاخير. تنظيم حلو وما شاء الله افلام كثير، مخرجين كبار، وفرصه فعلا الواحد يلتقي فيهم ويتعلم منهم، وان شاء الله يعني واحد يستفيد يعني من هالفتره ان شاء الله. شكرا. الله يعني شكرا.